شوف لي حل معاه حبيبي العين عليه وحسدان بيني في يوم هروح خطفه وعين روحي حارس يا خوفي لقل عقلي معاه واسيب نفسي واروح وياه كان كل العيون ناسياه وغيرنا ما يوصلوش خالص ليه بقى اسم الله لو عدى قصاد ناس والعين الحسده يدق القلب على الوحده يا رب تصون وتسلم ليه بقى اسم الله لو عدى قصاد ناس والعين الحسده يدق القلب على الوحدة يا رب تصون وتسلم يا للبرد الجمال اللي وهو جماله مش معقول وخاف لو شاف عيونه الناس غير من نظرته ليا مادام نظرة عيني حلوين مفيش داعي ان كل يومين عيني تيجي في عينين تانيين يا ليل خلي داريهم لفضحة اسم الله لو قصاد ناس والعين الحسدان يدق القلب عالوحدة يا رب تصون وتسلم ليطلع اسم الله لو عدى قصاد ناس والعين الحسدان يدق القلب عالوحدة يا رب تصون وتسلم عشانه بلاد اللي قالوا عنه جاي فاهم
أسايس وزوق كلام يقابل بعدم اهتمام، أسيبه ليوم أو يومين يجي ملهوف كده باستسلام. أسايس وزوق كلام يقابل بعدم اهتمام، أسيبه ليوم أو يومين يجي ملهوف كده باستسلام. وأنا ما بجي سيبنا نبعد فترة يمكن البعد ده كده يفيدنا.
وقت الحاجة قيمتها بتتقدر وهي بعيد، وانا بتطمن في البعد ان احنا هنوحش بعض اكيد، ونشوف انا وانت زعلنا من بعضنا كده امتى وليه، عشان لو تاني رجعنا نتعلم من الايام دي. ده انت رغم ان انت قاسي كان فيك حاجات بحبها، سيبنا نبعد فترة يمكن البعد ده كده يفيدنا، وان حد سألك مرة عني ما تقولش موضوعنا انتهى. وانا لسه باقي على الحاجات اللي انا جنبك عشتها،
كنتش لوحدي، كان معايا أغلى حبيب في الدنيا دي عندي. زي الأيام دي أنا ما كنتش لوحدي، كان معايا أغلى حبيب في الدنيا دي.
بيت ايه بس خلاص الاغنيه خلصت تقفي بقى. نفوق شويه في ايه يا جماعه وما نجريش ورا ناس بياعه اللي استغنى بره دماغنا يمشي وغيره يجي في ساعه ايه يا جماعه نفوق شويه في ايه يا جماعه احنا خلاص كده خدنا مناعه فاكرين هنموت من غيرهم وهو طلع الموضوع اشاعه ايه يا جماعه شجاعة ايه يا جماعة نخرج ونسهر بقى يا جماعة